السلام عليكم، رجعنا لكم في فيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون عبارة على introduction، يعني البرنامج اللي راح يكون في رمضان. أنا ديجا بديت نكتب في البرنامج كل شيء، هذا من كل معناتها الحلقات اللي مش نعملهم راح نحاول ننزل يوميا في رمضان. وحبيت نقول لكم أول حاجة رمضانكم مبروك، حتى كان قبل معناتها بس لما شفناش الرؤية على رمضان أمان حبيت نعود أول واحد نقول لكم رمضانكم مبروك. عادي الحاصل في الفيديو هذا حبيت نقول لكم فعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله فيديوهات كل يوم على الساعه 9 ليلا، معناتها تشوف فطركم بتوقيت تونس بتوقيت تونس، وان شاء الله معناتها رمضانكم مبروك مره اخرى. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس مره اخرى. الفيديوهات تكون عباره على تحديات، فلوجات، مسابقات بالنسبة للمشتركين في القناة، وحنحاول نسوي مقالب، حيكون في مقالب في هذه السلسلة. مرة أخرى نقولكم فعلوا الجرس باش يوصلوكم فيديوهات في الوقت نتاعهم معناتها قد، وإن شاء الله رمضانكم مبروك مرة